أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني في مدينة تعز بعد إطلاق الحملة الأمنية الأخيرة. دشنت إدارة أمن محافظة تعز بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية حملة أمنية في المدينة لتأمين الشوارع والمناطق المحررة وضبط العناصر الخارجة عن القانون. وأكد مساعد مدير الأمن العقيد عدنان السقاف أن الحملة المكونة من 14 دورية من الوحدات العسكرية والأمن العام ستقوم بمهام أمنية وستشمل حملات تفتيش داخل المدينة. وأشار السقاف إلى أن الحملة ستنتشر على مداخل المدينة وفي عدد من الشوارع والأحياء. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تنجح الحملة الأمنية في إعادة إرساء الأمن والاستقرار وتخليص المحافظة من الانفلات الأمني؟ وما مدى تفاعل بقية الأطراف في الجيش والمقاومة الشعبية مع هذه الحملة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بين حرب الميليشيا وحصارها والانفلات الأمني ترزح مدينة تعز منذ أعوام. أخطار ثلاثة تتهدد حياة السكان المحليين، فالمحظوظ بالنجاة من قذيفة طائشة قد لا يتكرر الحظ معهم من رصاصة الاشتباكات المسلحة التي غالبا ما تحدث بين فصائل من الجيش والمقاومة الشعبية المنضوية في إطاره لأسباب تتعلق بالسيطرة على إيرادات المدينة أحيانا وأحيانا لأسباب شخصية. هذا الحال ظل هو السائد طوال الفترة الماضية وفشلت كل المحاولات لاحتوائه نهائيا. ومع تزايد حدة الاغتيالات التي تطال عسكريين ومدنيين، لجأت إدارة أمن محافظة تعز بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية لتدشين حملة أمنية في المدينة لتأمين الشوارع والمناطق المحررة وضبط العناصر الخارجة عن القانون. هذه مكونة من 14 طاقم يقومون بمهام أمنية داخل المدينة لحفظ الأمن والاستقرار. مساعد مدير الأمن العقيد عدنان السقاف أكد أن الحملة المكونة من 14 دورية من الوحدات العسكرية والأمن العام ستقوم بمهام أمنية وستشمل حملات تفتيش داخل المدينة. وأشار السقاف إلى أن الحملة ستنتشر على مداخل المدينة وفي عدد من الشوارع والأحياء السكنية. فهل ستنجح الحملة التي انطلقت بالتزامن مع بداية العام لإعادة الاستقرار والطمأنينة إلى حياة السكان، أم أن العام الجديد سيكون كسابقه عام خوف وسفك للدم؟ ظهور الحملة الأمنية مظهر عسكري، مظهر الدولة، فنتعامل مع أي اختلالات أمنية. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز مدير أمن تعز العميد محمد المحمودي. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا فيكم ومستعلم الله بالخير أنت مشاهديك الكرام. أهلا وسهلا بك إلى زوايا الحدث. إذن سيادة العميد، الآن هناك حملة أمنية جديدة، ما هي الأهداف المعلنة لهذه الحملة؟ الحملة الأمنية هي ليست الجديدة، هي اجتناب للحملات الأمنية السابقة المنبثقة عن قرار اللجنة الأمنية العليا لرئاسة محافظة المحافظة، وهذه تم الآن تنشيطها، هي من حين إلى آخر تنشط ثم تهمد، وذلك لنقص الإمكانيات التي تحرك هذه الحملة. الآن تم قرار اللجنة الأمنية العليا لتهريك هذه الحملة واستعدادها ل مساعدة أجهزة الأمن ببسط النظام وإعادة الأمن لحالة الأمن إلى محافظة تعز، وذلك لأن الجهاز الأمني في محافظة تعز يفتقر الكثير من الأشياء، يفتقر لآليات للتحرش وهي الأبقر، ما يفتقر إلى التسليح والتطهير، فكان لزاما على اللجنة الأمنية أن تقوم بالتنسيق بيننا وبين قيادة المحور والشرطة العسكرية لتوفير هذه الإمكانيات حتى نستطيع أن ندعم المجهود الأمني ودعم الأقسام ومديريات الأمن وكذلك الإدارات الخدمية في الجوازات والبحث الجنائي والمرور والسجن المركزي. طيب الآن يعني مع هذا التنشيط الجديد لهذه الحملة كما تفضلت، هل وصلتكم إمكانات جديدة أيضا؟ ما هي الإمكانات المخصصة لهذه الحملة؟ تم رصد مبلغ من السلطة المحلية شهريا لهذه الحملة الأمنية، وكذلك تم رصد مبلغ من قيادة المحور، تشكر قيادة المحور على توفير هذه المبالغ وهذه الإمكانيات، كما أيضا تم توفير أطقم من قوة الأمن العام والشرطة العسكرية
وكذلك قوات الجيش الوطني ممثلة في قيادة المحور والألوية العسكرية الموجودة في محافظة تعز للمساهمة في الحفاظ على أمن أهلنا في تعز والمواطنين في تعز حتى يتم بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بناء حقيقي ونهائي إن شاء الله. طيب الآن العمليات التي ستقوم بها الوحدات يعني المتعلقة بالأربع عشر دورية من الوحدات العسكرية ومن الأمن العام، هذه من سيكون المشرف عليها بداخل يعني لتنفيذ هذه الحملة؟ من هي الجهة المشرفة بشكل مباشر عليها؟ الجهة المشرفة بشكل مباشر هي اللجنة الأمنية العليا والجهاز الأمني في تعز. اللجنة الأمنية العليا طرحت إدارة تحت إشراف هذه الحملة، الآن هي تحت إشراف اللواء الرقمي عبد الكريم الصبري الوكيل لشؤون الدفاع والأمن، هو من يشرف على هذه الحملة ويحرص على توجيهها ويعمل على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والألوية والشرطة العسكرية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد شوقي أحمد الذي ينضم لنا عبر الهاتف أيضا من تعز. أبدأ معك أستاذ أحمد، ما الذي برأيك تحتاجه تعز ليسود فيها الأمن والاستقرار؟ من وجهة نظري تعز تحتاج إلى كثير، طبعا ليس فقط الجانب الأمني أو العمل الأمني فقط، هي تحتاج أولا إلى صرف المرتبات وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المدينة ووجود ضباط قضائية ونيابات فاصلة في الإشكالات بين المواطنين وتحقيق العدالة ووجود أجهزة الدولة. يعني تحتاج هي يعني مسألة تحقيق الأمن في تعز والاستقرار يحتاج إلى منظومة متكاملة وليس فقط المسألة الأمنية من وجهة نظري. أيضا أعتقد أنه الوضع الذي وصلت إليه تعز الآن في مسألة الجانب الأمني يتعلق بالضغوط التي يواجهها المواطنين من جهة بسبب ضيق الأوضاع الاقتصادية، ازدياد الأوضاع الاقتصادية عليهم والحالة المعيشية الصعبة وعدم صرف المرتبات، وكذلك الضغوط الاجتماعية والضغوط وضغوط الحرب، طبعا بالتأكيد ضغوط الحصار اشتدت عليهم خلال الفترة الماضية، وفوق ذلك هناك سوء فهم وهناك احتقان سياسي واحتقان اجتماعي قائم، وبالإضافة إلى ذلك أن كل المنجزات والأعمال التي تتم في تعز يعني غالبيتها إنجازات إعلامية ليس لها يعني وجود حقيقي على وجه الأرض، وفوق هذا كله أيضا هناك غياب تام للقضاء في تعز مما يتسبب في عرقلة الإشكالات واستمرارها وترحيل الأزمات وإخلاء في كثير من يتم القبض عليهم من المتهمين والمطلوبين أمنيا، وعجز في الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية بسبب عدم توفر الدعم والفوضى التي تعيشها المدينة منذ 3 سنوات. طيب الآن فيما يتعلق بالأمن كجانب كمحور في هذه الحلقة، برأيك هذه الدوريات 14 الحملة التي يعني دشنتها إدارة الأمن، وهي كما يقول مدير الأمن هي يعني إعادة تنشيط للحملة الأمنية في تعز، هل برأيك ستثمر في ضبط الأمن بشكل أفضل مما كان عليه؟ هل ستثمر في التنسيق بين يعني الجهات التي ذات العلاقة بفرض الأمن بتعز؟ مع كل تقديري للاخوه في اداره الامن وادوارهم في المحاوله او محاوله الحفاظ على امن محافظه تعز، الا اننا نريد ان نتساءل في البدايه ما الذي قدمته الحملات الامنيه السابقه للمحافظه؟ هناك حملات امنيه حدثت وهناك مطلوبين تم القبض عليهم، لكن عدد من هؤلاء المطلوبين يعني اخلي سبيلهم بسبب او لاخر، سواء كان السبب مثلا وجود قصور في العمل الامني او عمليه الضبط او الالتزام في هذا الجانب، او بسبب ضغوط من قبل القيادة العسكرية والمسؤولين المحليين والمسؤولين الحكوميين، أو بسبب أيضا اشتباكات تحصل ما بين فصائل أو قيادات في الجيش محسوبة على هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي تسبب بحالة من الفوضى واقتحام لإدارة الأمن وما شابه ذلك. الآن العمل الأمني هذا إذا لم يكن هناك أولا إلزام من قبل القيادة الحكومة الشرعية لقيادة الألوية وقيادة المعسكرات وقيادة المحور بالضبط كل العناصر المتسيبه وال يعني تقوم بصناعه مشكلات
او ما يسمى ما يسمونه بالمتصعين في مدينه تعز، بضرب هذه العناصر المنفرده ومنعهم من اقلاق التكوين العامه. اذا لم يكن هناك محافظ للمحافظه متواجد داخل المحافظه ويشرف على العمل الامني، اذا لم يكن هناك دعم منتظم من قبل قياده الحكومه الشرعيه للمحافظه بشكل عام وللجانب الامني بشكل خاص بالذات، اذا لم تكن هناك حمايه لحقوق المواطن والتزام، انت ممكن انت الان ان تسال الاخ العميل المحمودي كم عدد الشكاوى التي وصلت اليه من المواطنين حول المطلوبين، ولم تتمكن اداره الامن من القبض على هؤلاء المطلوبين، حجم الانتهاكات التي تلقتها اداره الامن نفسها، اعتداءات من قبل بعض العصابات وبعض المجاميع على مقر اداره الامن او على منشات امنيه ومرافق امنيه، مدى التزام قياده الالويه وقياده السلطه المحليه وقياده السلطه العسكريه نقول القوات العسكريه في مدينه تعز بهذا الجانب، مدى تفاعل الحكومه في هذا الجانب، يعني هناك اشكالات متعدده. اذا الحملات الامنيه هي يعني حملات نقدر نقول مخدره، يعني قد تريحنا لبعض الوقت، ولكن حتى هؤلاء المطلوبين امنيا الذين سيتم القبض عليهم الى اين سيتم ترشيق قواياهم؟ من الذي سيحكم فيها؟ ما مدى قدره المحاكم على البث او اين هي المحاكم اصلا؟ واين هي الاجهزه القضائيه التي ستبث في قضايا هؤلاء المطلوبين امنيا وتعطيهم الجزاء الرادع؟ نحن نعاني في تعز الان من غياب عنصر الثواب والعقاب، من هو مسؤول عن الاشكال الامنيه لا يعاقب، من هو يقوم باعمال البطرقه لا يعاقب، قاده الالويه وقاده المعسكرات وقاده المجموعات اصبحوا مرتهنين لمجاميعهم بسبب عدم قدرتهم على دفع مرتباتهم، وبالتالي اصبح الامتلاك اصبح قائد مجموعه صغير ممكن يعني يتمرد على قائد اللواء او قائد المحور او قائد بسبب انه هو يعني لا ينتصر اليه لانه ليس يعني القياده ليست ملتزمه بواجباتها ومسؤوليتها من مرتبات من التزامات ضبط يعني حقوق للافراد وايضا التزامات الضغط لهؤلاء الافراد. طيب دعني انقل اغلب تسرب القوى في تعز وفلات. نعم. طيب دعني انقل هذه التساؤلات الى سياده العميد محمد المحمودي. سياده العميد، اذا استمعت لما تفضل به الاستاذ احمد، هناك تساؤلات كثيره، هناك نقطه مهمه حول التزام قاده الالويه العسكريه ب يعني تحقيق اهداف هذه الحمله. هل لمستم ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة الأمنية العليا قبل إطلاق هذه الحملة؟ أشكر ضيفك العزيز، لقد رتب الضوء على المكامل الأمنية والخلل الأمني. كيف يمكن تحقيق الأمن في محافظة تعز؟ هو اختصرها بشكل جيد وممتاز. نحن نقول لا يمكن أن يتحقق الأمن في تعز إلا أولا بالتحرير. هذا شيء ضروري، أن تتحرك الجبهات وتتحرك المقاتلين والنقود العسكري الى الجبهات والتحرير. بدون تحرير سيظل الامن ضعيف وستظل المجاميع المسلحه موجوده داخل المدينه. هذا ما يؤثر سلبا على اداء الامن وعلى اعاده الامن. كذلك ماذا الحمله الامنيه هي ليست البديل الامني. هي وقت مستقطع يؤتى لاجهزه الامن والسلطه الشرعيه لبناء جهاز أمني حقيقي. لن يتحقق الأمن في تعز إلا ببناء جهاز أمني حقيقي قوي يستطيع أن يدافع عن نفسه وكذلك يستطيع أن يدافع عن حقوق وكرامة وأعراض الناس. إلى جانب أيضا الناس أشار إلى القضاء، لا يمكن تحقيق الأهداف الأمنية أو الاستقرار الأمني ما دام المنظومة القضائية خارج نطاق العمل. أكثر من حملة أمنية هو تساءل أين ذهب المضبوطين؟ نعم، تم ضبط عدد كبير من المجرمين أو المطلوبين أمنيا خلال الفترة السابقة من الحملات السابقة، إلا نلاحظ أنه عدد منهم خرجوا بأوامر قضائية وتوجيهات عليا. كذلك عدم وجود المنظومة القضائية والنيابات العامة، اضطرت الأجهزة أن تطلق بعض هؤلاء الناس لأنه لم يثبت عليهم بالدليل القاطع بعض الجرائم ولم نستطع اثبات عليهم، فكان لزاما علينا اطلاقهم بالضمان. يجب ان يعود القضاء والنيابات العامه الى العمل حتى تكتمل الحلقه الامنيه والاجهزه الامنيه. طيب يعني انت تتفق، يعني افهم من كلامك ان هناك اتفاق بشكل باخر، يعني الاستاذ احمد سياده العميد، خروج الجيش الوطني والفصائل من داخل المدينه يا اخي، السلاح الذي صرف الخفيف والمتوسط الذي يتجول في ازقه المدينه وشوارعها، هذا هو الذي يقلق امن المواطن، هذا الذي يعتدي هو على امن المواطن، يجب ان يخرج الى الجبهات. هذا السلاح اتى للتحرير وليس
لتهديد أمن المواطن، يجب أن يذهب إلى الجبهات، هناك اتفاق عسكري من القيادات العسكرية التي ذهبت إلى السعودية وكذلك اتفاقات، لأنه يجب هذا السلاح أن يخرج إلى الجبهات ويجب أن يبدأ أن ندق الآن جرس التحرير، لأنه 3 سنين من الاحتقال، 3 سنين من التجميع لمحافظة تعز، 3 سنين من الهد الاقتصادي والأمني والاجتماعي سيكون نتيجة مفزعة على أمن المواطن في تعز وعلى تعز وعلى الجمهورية اليمنية. كذلك صرف المرتبات، إن لم تصرف مرتبات محافظة تعز هذا سيكون خطر أمني عملاق، يجب أن تصرف رواتب الناس وأن ينشط الاقتصاد في تعز، يجب أن نخلق فرص عمل للناس وأن ينشط الاقتصاد. اليوم نرى مدينة محرومة من الرواتب، لا يوجد أي تنشيط اقتصادي لهذه المدينة، الشباب أين سيتجهون؟ الشباب لن يتجهوا إلا لأعمال الفوضى وكذلك الجماعات المتطرفة إلى أن نهب وسد. فهذا من خلالكم نحن نناشد الحكومة الشرعية، نحن الآن في عدن لنا فترة طويلة هنا في عدن نناقش قيادة الوزارة وإن شاء الله نناقش قيادة التحالف وأيضا انتقلنا بقيادة التحالف، وكذلك لدينا مرتب لقاءات لقيادة رئاسة الوزراء والحكومة الشرعية بأن الحكومة يجب أن تلتزم وأن تفي بتعهداتها للجهاز الأمني وكذلك الكادر الوظيفي في تعز، يجب أن تلتزم بتعهداتها لتحرير مدينة تعز، هذا هو الحل الأمثل. أشكرك العميد محمد المحمودي مدير أمن تعز، كنت معنا عبر الهاتف. وبالعودة إليك أستاذ أحمد، سأنتقل من آخر نقطة تفضل بها سيادة العميد، يعني هناك تضارب يقول عنه كثيرون بين أداء الجيش وكذلك الأجهزة الأمنية، هل يعود ذلك إلى يعني بالفعل إلى عدم تحرير أو عدم التوجه نحو تحرير المدينة بشكل كامل والمحافظة وعدم كما يقول دق جرس التحرير سيادة العميد؟ أخي الكريم، أنا أعتقد من وجهة نظري موضوع تحرير محافظة تعز يعني المطالبة به هو محاولة للخروج من الضغط الذي نعيشه نحن داخل مدينة تعز. نحن الآن يعني كما تحدث في أكثر من لقاء في قناة بلقيس أن نحن محاصرون من جميع الجهات، محاصرون من قبل الشرعية ومن قبل الحوثي ومن قبل التحالف ومن قبل الحراك، وبالتالي نحن حينما نقول تحرير المدينه اذا من اجل تطبيع الاوضاع داخل المدينه يعني صنع بعض التحسن في الجانب الاقتصادي وفي الجانب المعيشي وفي الجانب الاجتماعي يعني والخروج من هذه الازمات. لكن اعتقد انه انا من باب اولى، هذا يعني كلامنا نحن في الشارع، لكن اعتقد انه من باب اولى الاجهزه المعنيه سواء كانت اجهزه امنيه او اجهزه عسكريه عليها ان تستشعر مسؤوليتها في هذه المنطقه بهذا المستوى الان المحدود، يعني كنت تجربه ناجحه يفترض كذلك. فمساله انه نعلق قضيه استمرار الامن في تعز في قضيه التحرير هذا مساله مرفوضه تماما، لاننا نحن في مساله القضيه الامنيه هذا كنا منذ 3 سنوات نحن نعاني نفس المشكله الامنيه، وهناك حاله مكابره وهناك حاله تمترس وهناك اهمال مريع يعني من قبل الحكومه الشرعيه وعدم اهتمام بالوضع في تعز او في خلق نموذج جيد للسلطه المحليه والاداره الحكوميه في تعز، مع انه تعز نسبيا برغم حالات الانفلات الامني لكنها اكثر امانا من باقي المحافظات المحرره، والسبب ببساطه ان هناك مسؤوليه اجتماعيه يقوم فيها المواطنين وهناك حاله من التحمل وهناك حاله من انتصار المشكلات والغضب وعدم تطويرها الى يعني الى فتن اجتماعيه. لكن اعتقد نحن الان مع اشتداد الضغوط وايضا كما قلت الجانب المعيشي والجانب الاقتصادي، يعني هناك ضغوط كبيره جدا على المواطنين على المشتركين على الكل، ومع الحاله النفسيه المأزومه والشحن السياسي والاستقطاب القائم داخل المدينه، فهناك الان هناك حاله فرز مناطقي، ربما هناك دعوات لفرز مناطقي اصبحت بسبب الاشكالات الاخيره التي حصلت في مدينه تعز، وهناك ايضا تمترس حزبي وهناك اتهامات للجيش وهناك اتهامات ايضا لممارسه الجيش انتهاكات. القصد انه اذا قامت الحكومه واجباتها تجاه تعز انا اعتقد ان الامن سيستتب وان الاجهزه الحكوميه ستعود وسيكون هناك قدره على محاسبه المتسببين في اي فوضى داخل المحافظه، سواء كانت عسكريين مثلا جيش او كانوا امنيين نستطيع ان نحاسبهم وندفع رواتبهم. طيب دعنا نشك، لكن في عدم في ضرع حاله عدم وجود الرواتب. نعم، دعنا نشك معنا في الحوار استاذ احمد العقيد عبد الباسط البحر نائب المتحدث باسم الجيش في تعز، اهلا بك سياده العقيد.
حياكم الله، اهلا بك وبالضيوف وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بكم. اذا سياده العقيد، يعني قبل قليل كان معنا العميد محمد المحمود يتحدث على ان ما يقلق الناس في تعز هو السلاح المتواجد، وكذلك السلاح الذي من المفترض به ان يحرر المدينه ويفك عنها الحصار، هو ربما ما يعني يقلق سكنه الناس في تعز. هل يعني الجيش الآن يتفاعل مع النشاط الأمني، يساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن بداخل المدينة، أم أن هناك بعض الإشكالات في هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله. الجيش في تعز يقوم بعدة مهام، سواء مهام مع العدو المباشر، مهام مباشرة أو مهام تالية وفي نطاق المدينة وحفظ الأمن. نحن نتعاون مع الأجهزة الأمنية بشكل كبير، كثير من أفرادنا وإمكانياتنا هي مسخرة للجوانب الأمنية، كل القطاعات وكل الجبهات وكل نطاقات الألوية التي تتمركز فيها تقوم بالحماية الأمنية وتقوم بتقسيم القطاعات إلى مربعات أمنية وتشارك فعالية في حفظ الأمن فيها بالوسائل المتاحة. لكن حقيقة يعني تظل الإشكاليات موجودة، لأنه كما تعلم أنت هناك يعني نوع من نستطيع نقول الحالة الاستثنائية التي تعيشها تعز، وايضا هناك يعني نوع من تواجد السلاح هنا او هناك، او يعني بعض المنفلتين هنا او هناك، لكن نقوم بقدر الامكانيات وبقدر الجهد وتفعيل كافه البطاقات وكافه قاده الالويه والجبهات بعمل ما نستطيع لحفظ الامن في المدينه. والحالة كما قلت لك لحالة حرب، لكن كان هناك اتهام لفصائل في الجيش. سيادة العقيد، كان هناك يعني اتهام لفصائل في الجيش بزعزعة الأمن داخل المدينة خلال الفترة السابقة، هذا الأمر ألا يؤثر أيضا في صورة تعز كنموذج يفترض به أن يكون أكثر يعني نموذجية يعني أو أكثر قدوة بالنسبة للمحافظات اليمنية، وفي سياق عملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وكذلك العسكرية والسلطة المحلية؟ أولا كلمة فصائل في الجيش يعني غير دقيقة، لأنه ممكن تقول بعض القوى المسلحة، أما قضية الجيش، الجيش له عقيدة وله تراتبية معينة وضابط ورابط والتزام ولوائح وأنظمة عسكرية يلتزم بها الجميع، ويعني هناك عقيدة عسكرية وواحدة ويعني أمور كثيرة حتى نستطيع أن نطلق. لكن ممكن تقول أن بعض القوى المسلحة يعني قد يعني تخرج عن نظام القانون هنا أو هناك، لكن يتم أيضا احتواء مثل هذه المواقف وتعاون الجميع. أشكرك العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم الجيش في تعز، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إلى الأستاذ أحمد شوقي بسؤال أخير، يعني يتحدث سيادة العقيد على أن القوات العسكرية تخصص من ميزانياتها للنشاطات الأمنية وتقوم كذلك بالحماية الأمنية هي بنفسها، هل هذا هو جزء من المشكلة برأيك، أن القوات العسكرية تقوم بمهام أمنية؟ هل يفترض أن تقوم الأجهزة الأمنية بهذه المهام لا القوات العسكرية، أم أن يعني التركيبة السياسية أو القرار بداخل تعز هو في هذا السياق الآن؟ دعني أن أعود كذا بالزمن إلى بداية الحرب. طبعا هناك كان يعني انهيار لمؤسسة الدولة ما فيها المؤسسة الأمنية، بداية نشوء المقاومة في تعز أو مع صعود بداية قيادة أولى للمقاومة في تعز، مثلا مثل أبي عباس مثل الشيخ حمود والعميد خالد فرحان، هذه ظهرت معها محاولات لإعادة ضبط الأمن، فظهرت أقسام جديدة أو أفراد جدد عملوا في على فتح الأقسام الحكومية السابقة، وأصبحت مجموعة من الأقسام أو مجموعة من الجهات الأمنية تتبع قادة عسكرية لفصائل المقاومة. هذه القضية تحولت إلى فرصة لضبط نفوذ يبدو عند البعض
على 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 المدينه او يعني صناعه زحامات معينه. الان خلال المرحله الماضيه فعلا هو جرى اختصام يعني التمويل الجهاز الامني فيما يخص يعني دعمه في اطقم عسكريه وما الى ذلك من قبل بعض القيادات، وهذا شيء كان المفروض واجب عليهم وليس منا منهم. لكن ان يتطور الامر الى ان تقوم الاجهزه العسكريه بممارسه مهام امنيه، او ان يكون هذا الدعم مرتبط ايضا بقضيه ان تدفع اجهزه امنيه قاده عسكريين، فهذا هذه مساله مرفوضه من وجهه نظري، وكان يجب والاولى على الحكومه الشرعيه ان تقدم دعم مخصص لاداره الامن، ويكون هناك خطه ايضا ممكن خطه تقدمها اداره الامن للسلطه المحليه، ومن ثم الحكومه ما تقوم به من اجراءات امنيه وما تحتاج له من امكانيات، ويتم دعمهم على هذا الاساس. لماذا لا يتم ذلك استاذ احمد؟ يعني هل برايك لماذا لا يتم ذلك؟ يعني هل برايك ان هناك نوع من انقسام السياسي يؤثر على المشهد الامني والعسكري ام ماذا؟ لا، انا اعتقد انه هناك، شوف، هناك غياب للمسؤوليه وهناك غياب لاحترام الذات لدى هؤلاء المسؤولين بشكل عام. للاسف هم اصلا جاءوا بناء على تحاصصات وعلى يعني تسويات معينه، ولم ياتوا بناء على كفاءه وقدره ورغبه في العمل. الامر الاخر ايضا ان الحكومه الشرعيه لا تعبه، يعني انت حينما يكون هناك، نفترض ان الحكومه الشرعيه هي مدير المدرسه، حينما يكون مدير المدرسه لا يداوم ولا يهتم بما يحدث، من الطالب الناجح ومن الفاشل، ومن جميع الناس سيكونون فاشلين. لا يوجد من يحاسب هؤلاء، ولا يوجد من يلزمهم بالعمل، ولا يوجد من يطلب منهم الخطط، ولا يوجد من يقدم لهم الدعم، تمام؟ فهم حريصون في كل يعني كل الشغل القائم الان هو حرص على ارضاء الجهات، كل طرف معين او قائد عسكري او كذا يحرصوا على ارضاء الجهات التي تشكل اللوبي الحاضر لهم او المجموعه التي جاءت بهم الى هذا الموقع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في شويه ضجه او مشاكل امنيه اثر عنها ضجه وكذا، احنا ممكن نقوم نعمل الان شغل حمله او غيره او كذا مش عارف ايش، وانتهى العمل عند هذا الكلام. لكن هل هناك مثلا خطه قائمه موجوده؟ هل هناك اعداد؟ هل هناك استراتيجيات لهذا العمل؟ هل هناك تخطيط لهذا الموضوع؟ ما عنديش يعني اغلب لا. اغلب الطاقه تستثمر في العلاقات ولا تستثمر في الانجاز. اشكرك اذا الكاتب الصحفي استاذ احمد شوقي احمد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. في ختام الحلقه تقبلوا تحياتي والزميل ماهر ابو المجد وبقيه افراد الطاقم الفني، دمتم في رعايه الله، في امان الله.